اللي هو الباتيسري، ها ايه هنا نصهر بينا. ايه ده هو هذيك الكتيبه اللي بعدي ديرها. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني. قبل ما نبدأ الفيديو تاعنا اليوم ما تنساوش تصلوا وتسلموا على رسول الله عليه أفضل الصلوات. اليوم إن شاء الله جبت لكم كيكة سهلة في التحضير بمناسبة المولد النبوي الشريف. خليكم دوك مع الوصفة مع المقادير، مشاهدة ممتعة للجميع. بالنسبة للمقادير لاجينواز تاعنا واش نحتاجوا فيها؟ عندي ربع حبات نتاع البيض، من الأحسن يكون الحجم تاعهم كبير ويكونوا أيضا بطبيعة الحال لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. عندي لهنا 120 غرام نتاع فارينة، كما كنتم تشوفوا كاس غير اصبع، هذا الكاس تلفت 220 مليلتر، وعندي 120 غرام سكر، عندي ايضا كاس غير زوج صباع نتاع سكر 120 120، وعندي لهنا كما راكم تشوفوا ذوق الكراميل، انتم ممكن تستعملوا الفانيلا. لهنا انا واش راح ندير؟ بما انه راح ندير لاجينواز تاعي بذوق الشيكولا، راح نحي ملعقه من نتاع كاكا تاع الفارينه، وراح نعوضها بملعقه تاع كاكا. الملعقه هذيك اللي نحيناها تاع الفارينه نعوضوها كاكا فقط. بغيتوها انتم تخدموها فانيلا خليوا هذيك الفارينه باش نسهل عليكم العمليه. دوك راح نبداو في طريقه التحضير. لهذا كيما قلتكم البيض تاعكم لازم يكون بدرجه حراره الغرفه ويكون الحجم تاعو كبير. نبداو نكسروا البيض تاعنا. بسم الله. ايضا الريسيبيون هنا لازم تكون نشفتوها مليح، ما تكون فيها حتى قطره تاع ماء. عندي قرصه نتاع الملح، نضيف لهنا 120 غرام نتاع السكر، ونضيف ايضا ذوق الكراميل، لان هذا الذوق هذا او النكهه هذه فيها الملون، يعني راح تكحل لنا شويه لاجينوز، ما يهمش لانه احنا اصلا نحتاجوها بذوق الشيكولا، يعني نحتاجوها ماره. ونجيبوا لهنا الباتور، ممكن انتم تخدموا في البيترا، لهنا راح نخلط لمده 10 دقائق حتى نشوفوا الخليط تاعنا اصبح كريمه وتغير اللون تاعو. بسم الله. بعد ما تحصلنا على هذا القوام الكريمي، لهنا راح نجيبوا اخر حاجه، نحاولوا انكم تذوبوا السكر جيدا. نجيبوا لهنا الصفايه ونضيفوا هذيك الفرينه على 3 دفعات هكا. راح نعطيكم لهنا طريقه راح تساعدكم بزاف، اللي عنده هذ الراكلات هذه يخدم بها احسن واحسن، لانه راح تساعدوا بزاف بزاف احسن من سباتول هكا. ونخلط حتى ندخلوا هذيك الفرينه مليح مع هذاك الخليط. كل ما نشوف هذاك المرسول اللي ضفناه تخلط نزيد نكمل. نزيد دوكا بسم الله الكميه الثانيه، تبقى لنا الكميه الاخيره نضيفوها ايضا كمرحله اخيره هكا. نزيد الكميه الاخيره، نزيد ندخلها ايضا. كما راكم تشوفوا لهنا دخلنا هذيك الفرينه والكاكاو بغير بالعقل، وحافظنا على هذاك الطلوع نتاع الخليط تاعنا الاول، يعني لازم ما تخلطوش بالقوه باش ما يهبطلكمش. اذن هذه هي. دوكا لهنا نجيبوا بلاطو اللي نكونوا فرشناه بورق الطهي كما راكم تشوفوا. بالنسبه للقياس تاعو عندي 35 على 30 باش تجيكم لاجينواز تاعكم طالعه وتجيكم مليحه. بسم الله هكا. حاولوا ما تطلعوش يديكم بزاف باش ما تخسروهاش. وكما تعرفوا لاجينواز هذه راهي ما فيهاش ما فيهاش الخميره، راهي تخلطت لي الهضره. ونبداو دوكا نمشيوها فقط بهذه الطريقه على كامل هذاك البلاطو، نمشيوها جيدا. البلاطو تاعنا راهو صغير ماهوش كبير، يعني راح تجينا طالعه بيان. إذن دوكا نسويها ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. دوكا لهنا راح نخبطها 3 خبطات ولا نحيو لهذاك الهواء. شفتوا كيفاش دير فقاعات؟ نسويوها شويه وراح نفوتها للفرن على 160 درجه، يعني درجه حراره متوسطه لمده 20 دقيقه. ما تديلكمش وقت كبير، سيرتو هذه ماشي كيما لاجينواز الاخرى، هذه راهي ما تديش وقت كبير، فقط كي تشوفوها نشفت نحيوها. اذا دوكا راح نفوتها للفرن ونرجع لكم. اذا لاجينواز تاعنا كما راكم تشوفوا بعد ما نحيناها خليوها تبرد فقط، ولهنا شوفوا تتنحى بكل سهوله. اذا هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. انا دوك راح ندير لها التكمله تاعها المونتاج تاع الكيكه تاعنا. كما كملنا لهنا لاجينواز تاعنا دوك راح نخدموا الشربات. عندي كاس ونص نتاع سكر، كاس الاول
وعندي نص كاس مع ثلاث كيسان انت الماء، الكاس الاول الكاس الثاني والكاس الثالث. دوكا انا راح نحطها على النار، على نار متوسطه كي نشوفها هزت الغليه نحسب لها 10 دقائق نطفي عليها النار، وفي الاخير راح نضيف لها ذوق الكراميل حتى الاخر كي طيب نضيف لها ذوق الكراميل فقط باش ننكهها باش من بعد تجينا مشربه وبذوق الكراميل. اذا هذه هي دوك نحطها على النار ونكملوا مع بعض. راح نخدموا لا كريم شونتيي تاعنا اللي نطلعوها. عندي زوج كيسان تاع كريم شونتيي، لهنا لازم تختاروا النوعيه تكون جيده بلونش ناج. وراح ندير زوج كيسان بنفس الكاس اللي كيلت به، راح ندير زوج كيسان تاع حليب يكون بارد. نزيد لها هنا زوج كيسان نتاع الحليب يكون بارد، وايضا عندي حاجه لهنا اللي هو ذوق الحليب، هذا راه موجود في المحلات تلقاوه في قرى كبار يعمر لك قرعه صغيره كيما هكا ب 10000. ضيفوا هذا الذوق يعطيكم ذوق شباب لاكريم تاعكم. ديروا ملعقه صغيره تاع قهوه ونجيب لهنا الباتور ونبدا نطلع فيها لهنا. حاولوا تخلطوا لمده 10 دقائق وانتم تخلطوا، لانه قد ما تخلطوا قد ما تكثروا الخلاط راح يزيد يتفوليوم لا كريم شونتيي تاعكم. ماشي تخلطوا شويه برك وتحبسوا، لازم تخلطوا 10 دقائق باش تزيد الدوبلات الفوليوم تاعها. دوك نخلطوا ونرجع لكم. راح نبداو لهنا المونتاج في الكيكه. لازم تجيبوا هذا الكرتون راهو يتباع في المحلات، انا راه دائما نهضر مع المبتدئات. نحطوا لهنا شويه نتاع لا كريم باش من بعد نقدروا نحيوا الكيكه تاعنا بكل سهوله كي نقسموها. ونجيبوا لهنا لا جينواز نبداو نحطوا لهنا، انا درت ثلاث طبقات تاع الجينواز. ونجيبوا لهنا نشربوها بالشربات اللي خدمتو معاكم، لازم تخليو الشربات تاعكم تبرد مليح وديروا لها ذوق الكراميل، اي ذوق بغيتو تخدموا بها لكم الاختيار. دوكا راح نشربها كامل، ودروكا نجيبوا الكريمه تاعنا ونايطاليوها لهنا عادي. حاولوا ما تكثروش بزاف لاكريم باش ما تجيكمش دقيهم، فهمتوني؟ ديروا طبقة عادي ما تكونش خشينة وما تكونش رقيقة. نمشيها هكا، مشي على كامل الكيك تاعنا. اذا لهنا بعد ما ايطالينا هذيك لاكريم نجيبو دوكا لهنا البنان لي طرونش هكا، نحطوهم عشوائيا فقط هذه الطريقة. بعد لهنا نجيبو شوية جوز نحطو هكا، كمية صغيرة فقط ما تكثروش بزاف باش ما تجيكمش بزاف غالية، بعشرين الف يعطيكم كمية. عندنا لهنا فقط زوج طبقات، هذيك الكمية تاع 20000 نقسموها إلى قسمين، كمية نديروها في الطبقة الأولى وكمية نديروها في الطبقة الثانية. أيضا بالنسبة للموز زوج حبات يكفيكم، قالت لي حبة لهنا راح نديرها في الطبقة الثانية. إذا لهنا نجيبو عندي لهنا الطوفية هذه تاع الشيكولا براليني بالجوز أو عفوا باللوز، هي كراك كي تشريها راك تلقايها شوية يابسة في الميكرووند ولا في بان ماري برك، إذا تحطها في الميكرووند ولا في حمام مائي فقط. دوكا راح ندير هكا برك بهذه الطريقة عشوائيا، راح تجيب بزاف بنينة هاد الكيكة، ما تكثروش أيضا هكا. ودوك نزيد ندير الطبقة الثانية، دوك بنفس الطريقة راح نزيد نخدم الطبقة الثانية. ودوكا راح نحط الطبقة الثانية هكا تاع الجينواز بنفس الطريقة، نضغطو شوية هكا الجوانب من بعد راني نحيهم، يعني مش بالضرورة انكم الجوانب تطلعوهم بلا كريم، مهم لا كريم اللي هنا تكون مليحة. ودوك راح نشربوها بنفس الطريقة المهم اللي خدمنا بها الطبقة الأخرى. الطبقة الأولى راح نخدمو هاد الطبقة، راح نديرو اللي هنا نشربوها من بعد نحطو لا كريم شونتيي ومن بعد نحطو البنان والجوز ونحطو هذيك لا كريم هذه تاع الطوفية. راح على السريع فقط. إذا هنا كما كنتم تشوفوا الطبقة هذه الأخيرة هاني ضفتها، الصورة فقط راهي تكوبات للتصوير. إذا هذه هي درت لهنا ثلاث طبقات، أيضا بنفس الطريقة راح نزيد نشرب هذه الطبقة وندير لها الكريمة نغطيها مليح راح تشوفوا. دوك نحيو لهنا هذه الجوانب بسم الله هكا باش تجينا قد قد، نحيو هذوك الحرف لي خشان لأنه لهنا ماهيش راح توصلهم لاكريم وأيضا راح يجيونا شوية حورش، نحيوهم بهذه الطريقة بنفس الطريقة نزيد منا بسم الله
نحيوش بزاف. اذا دوك انا راح نحيهم كامل ونرجع لكم. اذا لهنا دوك راح نجيبوا الشربات ايضا، راح نزيدوا نشربوا هذه الطبقه الاخيره بعد ما سويناها. شربوها مليح باش ما تجيكمش يابسه، ما تجيكمش ناشفه عفوا. اذا دوك راح نبداو نغطيوا هذيك الكيكه تاعنا بلا كريم. راح ندير لها دو كوش، ندير لها الكوش الاولى هذه يعني فقط باش نغطيو هاد البقعة هادو السوداء، ومن بعد باش نزيدو لها دوزيام فوا باش تجينا ليس وتجينا ايضا بيضاء. فهمتوني كيفاش؟ هكا نبداو نمشيوها هكا، مشيوها مليح. من الاحسن تخدموها الطبقه الاولى ومن بعد تحطوها في الكونجيلاتور تحكم روحها مليح تبرد. يعني تقدروا تخدموا الخدمه هذه في الليل والصباح تجيو تايطاليوها باش تجيكم الخدمه تاعها قد قد. اذا هنا كما كنتم تشوفوا بما انه راهو سخون الحال شويه راح تلقاو صعوبه باش تليسيوها، ما تقدروش تليسيوها لانه سخون الحال، لازم حاجه تكون يعني يكون البرد ولا تبيتوها في الكونجيلاتور باش الصباح تقدروا تخدموا فاسيلمون. دوكا عندي هذه الدبله راح نديرها من هنا نزين بها فقط. الله يبارك تكون هذه الطريقه عفوا، نزيد نعدلها من هنا نجيبها هنا هكا. هنا نقصتها نزيد نعاود نعدلها ونعاود نجيب هذيك الدبله من هنا غير بالعقل. اذا ما على باليش اسكو راهي تبان لهنا الدبله ولا ما تبانش، المهم انا درت لهنا الدبله. اذا دوكا انا راح نسخن لهنا هذاك هذا، نسخنه هنايا ونحطها ان شاء الله تلصق لنا برك في المنتصف. ما لصقتش مليح، نعاود لها. اذا خلاص انا لصقتها كما راكم تشوفوا. دوكا راح نبداو لهنا نزينوها تزين هكا، نجيبو هذا تاع القل الا الورود نحطو منه ونزيدو منه هكا. وعندي هذا الصغار البويض هذه الطريقة. بعد ما كملنا هذوك الورود دوكا راح نجيب بابي دو كويسون، راح نكتب عليه بالشيكولاتة بالحليب مولد النبوي الشريف ونخليهم ينشفوا. بعد ما ينشفوا نجيبو لها نحطوها على الكيكة كيما راكم تشوف بكل سهولة باش يكفيني، ونحطها هكا على الجوانب. هنا كما راكم تشوفوا لهنا تقدروا تكتبوا واش تحبوا، المهم انا كتبت مولد نبوي الشريف، درت لهنا شمعه، المهم حاولت قدر المستطاع. اذا هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. اذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم عليكم لا تكثروا لي من لي جام وتكومنتوا لي اسفل الله فيديو، واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابون ولا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيتكم بالصحه. انا الكيكه لهنا مانيش راح نقسمها لانه ماهيش تاعي، هذه طلبيه. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في روحكم وصحة مولدكم وسلام.